شفت النشاط اللي ترأسه السيد الوالي اليمنيين بجامعة واحد سيد إبراهيم، اللي هو واحد المنشأة ثقافية بامتياز، وعطى الافتتاح ديال 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 هذه المنشأة. هذه اليوم هذه المنشأة اللي كتكون من بزاف ديال الأقسام، اللي تنقولوا هي اللي كتحظى بزاف ديال الأنشطة، اللي مكونة من أنشطة ديال الرسم، وأنشطة ديال الموسيقى، وديال المسرح، والمكتبة الجماعية لولاد بلعيد. وبالنسبة كيف زرتوا معنا وكيف شتوا معنا ديك القاعة المتعددة الاختصاصات، القاعة اللي مخصصة للندوات وللجمعيات المجتمع المدني، هذا من جهة. ونعود ندوزو ثاني نطرقوا لما هو اللي خدا الانطلاقة ديال اليومانيا، الانطلاقة ماشي ديال البناء، هو ديال الاشتغال إن شاء الله، هو دار الأم والطفل. دار الأم والطفل كنعرفوها ماشي غير فيها الأم اسم على مسمى، هذا الاسم على مسمى، هو يمكن للمرأة تجيب وليداتها اللي هما يقراوا في هذه المؤسسة اللي هي دار الأم والطفل، وفي نفس الوقت هي تقدر تشتغل في الأوراش اللي مفتوحة في هذه دار الأم والطفل، اللي هي أوراش ديال الخياطة والفصلة، ورشة لتعليم الحلويات ما يتسمى بالباتيسري. هذا من جانب. وكتحتوي هذه دار الأم والطفل على مكان لمخصص للنساء المعنفات، لهذا شيء جديد في واحد سيد إبراهيم اللي كنا كنطمحوا له، وكنجيبوا تنقولوا ثاني في واحد الكلمه اخرى، اللي يجيب شي نساء اللي يكونوا معنفات، ولكن ضروري ما نحفظوا لهم الوجه ديالهم ونقول لهم راه كاينه رانا الاشاره ديالهم. هذه من الحويجات اللي عطينا. ونعاود نزيد، اليوم اللي كانت بمناسبه ديال الحضور ديال مدير ديال التجهيز ورئيسة مجلس عمالة مراكش، اللي كان واحد الشرح اليوم للسيد الوالي المحترم على الطريق اللي كانت تبدا من رونبوان ديال لحدا اللي بجانب التيران حتى لحدا الريزارف رويال، مرورا على دوار ولاد بن رحمون، كتقدم على ركاد هذا الطريق هذه اللي كتحتوي على واحد 2 كيلومتر و500 ولا 2 كيلومتر و600، وتتكون هي الطريق تتحتوي على التثنية ديالها والكليراج ديالها، وكتحتوي على الطول ديالها بواحد 50 متر. هذا ثاني من ثاني. ورابعا اللي اليوم يعطينا الانطلاقة ديال الاشغال ديال واحد المركز، هذا المركز اللي كيضم التأهيل ديال الوليدات ديالنا، اللي عايز يبدا الاشغال ديالو ان شاء الله في هذه الايام المقبله، وفي واحد السنه ديال الاشغال. هذا المركز اللي كيعطي اللي بغينا نقولوا فيه تاهيل ديال الوليدات ديالنا، بالنسبه للوليدات المدمنين على المخدرات، وبالنسبه للوليدات اللي بغاو يتعلموا بالنسبه كيف تنقولوا اللغات، بالنسبه لبزاف ديال الحويجات، بزاف ديال الاوراش غادي تكون فيها. هذا غير مقتضب من الكلام باش نعطوا غير علاش غادي هاد اسمه. وشكرا لكم.